مرحبا يا جماعة، رجعنا لكم فيديو جديد. حنعمل تيك توك هاكس. على فكرة طول عمري كان نفسي اعمل تيك توك هاك. تعال نشوف اذا if it's facts or cap. Let's go. المهم حنبلش بأول تيك توك هاك. جبنا برتقالة، بتعرف كيف البرتقالة يجي بنعملها هيك من قشرة هيك ومن قشرة ومن قشرة ومن قشرة. شوفوا هذا الفيديو كيف هي عم بتقشره. فأنا قررت شوف إذا هي if it's fact or cap. المهم هاي السكينة والبرتقال، صورة نشوف. كانت عم تقصه هي بالنص، بعدين بتشقلبه هيك. يعني زبط بس مو كتير صراحة. ما بزبط هذا حكي. طريقة أسهل، بس طريقة أسهل. طعميني طعميني. دوق دوق. المهم بس صراحة فكرة حلوة. اتس فاكس، بدل ما تقعدوا تعذبوا حالكم وتقشروا وكذا وهيك تعملوا بعدين خلص. المهم اللي بعده. ليه تركتي هالاشي؟ لأنه هلا حنشوف هاي الاشي شو حنعمل. طيب التيك توك الثاني شوفوه هلا حيطلع قدامكم. التجربة الثانية حتكون البالون هذا زي ما هو عم بيعمل بالفيديو، فإحنا حنجرب ونشوف. أنا بقول ما حتزبط لأنه مش منطق. أنا بقول إنه حتزبط لأنه منطق. لا خلينا نشوف. بدك تعصر الليمون عليها. مش الليمون، سوري، البرتقال عليها. محمد شو عم بصير معك؟ كيف؟ انفجر. مش مقتنع. انفجر. المهم يا جماعة التيك توك هاك اللي بعده رقم ثلاثة اللي هو بدنا نجيب قنينة ريد بول ونحميها على النار، على الغاز، ابصر شو اسمه، بعدين ننزلها على مي باردة وتنكمش مثل ما انتم هون عم تشوفوا بالفيديو. فخلينا نشوف اذا عن جد بتزبط. هاي بلشنا نحميها، ما بعرف قد ايه لازم نحميها صراحة. واحد اثنين ثلاثة. بنعيد بنعيد يا جماعة. don't try this as home you kids people people kids kids people don't do this at home please. أنا ما دخلني، شوفوا أولادكم شو عم يعملوا على الغاز. أنا هيك عم بعمل، أنا كبيرة أنتوا صغار. آه كثير كبيرة. محمد عم بتطلع دخان. خلص طيب معناتها حميت. طب ما it's أنا حكيتلك ما حتزبط، يعني لازم أعرف فيك مقلب. شو؟ لازم أعرف فيك مقلب، أنا حكيت لك ما حتزبط. لا لا ليه؟ لا بيبي هاي. أنت فيشي براسك؟ How is this even a prank؟ شو يعني؟ أنا ما وقفت، ما كنت عيالات. طيب يا جماعة هلا هذا الفيديو زي ما انتم شفتوا قدامكم على اساس لو بتحطوا اربع بطاريات وضوء انه يضوي. ليتس سي ليتس سي. المفروض هي الضوء حطوا لهم البوزيتيف هون. كيف زبطها؟ شو زبطها؟ ما زبطهاش، بتخوت علينا. يمكن لانه بطارياته اكبر. لا مين قال؟ بلكي بطارياته عن جد كانت اكبر. ما اقتنعت. مهم مريم جد بحكي هاي ما بتزبط. هذا المهم هاي كان ما زبطت معها. صح حنروح على فادو. التيك توك هاك اللي بعده انه بتعصر قال هيك، بتعملوا هيك 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 بالليمونه مثل ما انتم عم تشوفوا بالفيديو. استنى 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 قربت، حاسه في ليكويدز، حاسه في ليكويدز. اسمع واو طلع شو بسرعه. شو اللي بسرعة بالموضوع؟ طلعوا والله يا دوب كبست، طلعوا قد ايه نزل جوز. انا بحس هاي حركة ذكية اذا الواحد ما عنده عصارة. ما عنده عصارة، طلعوا ما اسرع. شو رايك؟ تحت اي هلا فات ما اشبه شيء، يعني ممكن اذا كثير كثير اضطر الامر، يعني ما عندكم عصارة وما عندكم كذا انكم تعبوا. لا تعملوا حكي فاضي. انيويز اللي بعده. ركزوا ركزوا ركزوا. المهم المهم فكتبتوا بان وما عندكمش كاركتر. شخبط 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 شخبط. المفروض بايش تقدروا تمحوها بالقداح. انا مش مقتنع هذا الحكي. انت مقتنعه؟ انا ماني مقتنعه. بلشت تنحرق الورق. انحرقت الورق. انحرقت. ورقت ورقت.
وبهيك اذا انت ما لقيت كاركتر بتغزق بلدتك بالنار. وشكرا. صرحت البيت هاي. اوعكم تجربوها بالبيت، هذا حكي فاضي، حركة فاشلة. يا انه بتكتبوا وبتشخبطوا هيك بترجع تكتبوا الكلمة، او ما تكتبوش اصلا. اللي بعده واللي بعده اللي بعده اللي بعده. التيك توك اللي جاي هاي للنسوان، فان كنتي مرأة فركزي. ليه هو ما حدا بنظف غير النسوان؟ ها؟ Let's say عندكم مكنسة وما عندكم سفاج، فانتوا ما بتعرفوا انكم تروحوا بالوسخ، فبتعملوا هالحركة هيك، فبتحطوا التلزيق على المكنسة وهو بلقوط وسخ. فيلا تعجب زي الحال. انطقت. شوف. زبط. بيت نظيف. ما زبطت. التيك توك اللي بعده عبارة عن، بتعرفوا اوقات بتكونوا مستعجلين وعم تركضوا بايدكم البيبسي وهيك وهيك وعم تخضوا فيها وتلعبوا فيها. فمحمد هلا حيورجيكم كيف فيكم تروحوا هاي، اذا انتم مستعجلين مضطرين تشربوا، كيف تروحوا هاي الانفجار بحركه جدا بسيطه، بس الاحتياط واجب. ما احنا عم نعمل البرندا. يلا. انا شو الجيران يحكوا عني هبيله هذا؟ يلا افتح. خلص خلص. بلكونتي. بيبسي ما توقفش. سو الفيديو اللي بعده شو عم تعمل؟ بتجيب قنينة مي فل وبتجيبوا تويلت بيبر بتحطوه هيك على التوب، فهو بينبل مي. اوكي بعدين بنخزق هيك، يعني بتساوي مثل حماية. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يلا راحت جهدي. المهم حركة جميلة. إذا مثلا أنتم كنتوا قاعدين لتس سي بالبارك أو بشي محل القليلة تبعيتكم ما فيها غطاي، غطاي بدهم يكونوا قاعدين بالبارك ما عندهم غطاية تقنينة بس عندهم ورق حمام. لايك اتس فاك. طيب المهم يا جماعة، هاي ليلى نسميها لايف هاك، هاي تقريبا اوريو كيك على السريع. لهاي بدنا حليب، بيكنج باودر، طحين. لسه استنى بدنا طحين هلا. اقسم بالله شو العرف هاد؟ ليه؟ هيك صار؟ طيب هلا بس حطه بالمايكرويف بيزبط. اتوقع خلص لازم نحطها هلا بالمايكرويف. حنحطه تقريبا دقيقة. أنا بدي أحطه دقيقة و40 ثانية. 5 hours later. كيك. ريحته مثل الكيك. واو. بس شكلها كان شكلها احلى جوا الميكروويف. شكلها مثل الكيك عن جد. جد زي الكيك طلع من جوا. جاكيت. طيبة. كيف هي؟ هو البيكنج باودر مع الطحين بيعملوا كيك. المهم يا جماعة وصلنا لاخر الفيديو. المهم فما تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب، وما تنسوا كمان تفعلوا جرس الاشعارات، زر جرس الاشعارات لحتى يوصلكم كل شيء جديد نحن بننزله. وبنحبكم كثير وبنشوفكم في فيديو جديد. باي جايز. باي.